وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر. الفقرة دي احنا بناخد فيها نية ان ده مشوار خير ماشيين فيه كلنا، وان شاء الله المشوار ده ما ينتهيش ونفضل فيه مع بعض. كل يوم بنعرض حالات لأهلنا اللي محتاجين فنساعدهم ونفرح كده ايه مع بعض كلنا بفرحتهم، ونتنقل كده لحالة تانية وتالتة ورابعة وألف ان شاء الله، وربنا يستخدمنا جميعا يا رب ونفضل متجمعين في الخير. برحب مره تانية بيك يا شيخ احمد. الله يخليك ويحفظك ويكرمك ويسترك يا رب، ويجعلنا دائما كده يا رب سباقين الى الخير يا رب، دالين على الخير يا رب. الستر والصحه لنا جميعا يا رب، يا رب. ورزق الحلال. طيب شيخ احمد، نعم، احنا بنعرض حالات بجد في الجمعيه توجع القلب، وفي حالات بتخلص وبنفرحهم، فالتقارير بتبقى تفرح القلب سبحان الله. طيب هو خليني ابدا بس ونحط كده ايه الناس اللي وثقت في مؤسسه فذكر، بنحاول نطمن الناس اكتر واكتر ان الحمد لله المؤسسه ماشيه بخطى ثابته يا استاذه دعاء بفضل الله تعالى. القائمين على المؤسسه فيما اظن ان هم يعني بيخشوا ربهم سبحانه وتعالى. القائمين من حفظة أصلا كتاب الله تبارك وتعالى، وده حقيقة يعني. فهي القضية اللي احنا ازاي نحط كل حاجة في موضعه، ان هو ان الجنيه ده دخل، فالجنيه ده يروح فين؟ طيب المتبرع بيقول يروح للحالة دي، يروح للحالة دي، خلاص مفيش لعب فيها خالص نهائيا. ليه؟ لان دايما انا اقول لهم كده ان الرقيب عليكم هو في النهاية الله سبحانه تبارك وتعالى، وبالتالي احنا ماشيين بخطه ثابته بفضل الله عز وجل. الحاله اللي تيجي نحاول ان احنا نخلص منها، مش بنفتح موضوع حالات كتيره جدا وبعدين نقول يا جماعه يلا، لا، هي خطه ثابته بفضل الله عز وجل. الاولويه في النهايه الناس مش بيروحوا يشوفوا هم الحالات، ده في حالات فعلا بتتصل بالمؤسسه بتاخد الاهم فالمهم، الاهم بيفرزوا الورق ده وفي الاخر الاهم فالمهم، وبعدين يقولوا يا جماعه احنا بنكتفي كده لغايه لما نخلص الحالات اللي عندنا عشان ما نعشمش الناس التانيه اللي هو فين طوابير. فالطوابير دي ممكن تشوف مؤسسه تانيه، ممكن تشوف جمعيه تانيه، لكن بنخلص الحالات اللي عندنا دي، فلما نخلص نقول يا جماعه والله ده في حالات تانيه. وبالتالي المؤسسه ماشيه بخطى ثابته في خط اللي هو ازاي نشوف الاهميه، خاصه لما يجي لنا حاله مرضيه صعبه جدا فبنقول هي دي الاهم. الحاجه الثانيه اللي هي المبادره اللي مش هننساها ابدا، اللي هي مبادره المؤسسه اللي دخلت قريه في محافظه بني سويف، قريه فقيره ما بتطلعش منها الا وهي قريه مكتمله بفضل الله تبارك وتعالى. كل إنما الصدقات والأصناف الثمانية تطبق في القرية دي، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والله أنا يعني أتمنى إن إحنا الواحد يبقى كان بيبقى في صبورة وبنشرح للناس الدنيا عاملة إزاي، عشان الناس نحاول نعيش الناس معانا إحنا بيشتغلوا إزاي. إحنا مش بنكسر الفقير، إحنا بنحاول نساعد في إكرام الفقير، بنحاول إن ربنا سبحانه وتعالى جعلنا وجعل مؤسسة فذكر جنود مسخرهم رب العالمين سبحانه وتعالى لمساعدة الفقير، مساعدة المسكين، مساعدة المحتاج، مساعدة الإنسان المريض. إحنا بفضل الله تبارك وتعالى داخلين على أيام كريمة جدا، ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. يا جميع ما شاء الله بقى، يا سلام لو إن الناس بتتعرض لنفحات الله عز وجل بفعل الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذا كلام ربي سبحانه وتعالى. ربك الكريم قال لك وافعلوا الخير، ليه يا رب؟ عشان تفلح. طب انا لو فعلت الخير يصيبني الفلاح، يصيبك الفلاح في الدنيا والاخره، ده مش كلامي، ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. بتشوف الحاله المرضيه، نشوف القريه الفقيره، ندخل عليها نشوف الاسقف فنسقف، نشوف فصلات المياه فندخل وصلات مياه، نشوف الحالات المحتاجه تتستر نحاول بقدر الامكان نشوف لهم مشروع. ان شاء الله باذن الله في عيد الاضحى بنشتري من الفقير، والفقير يبدأ يستفيد من المال، تذبح الأضحية داخل القرية فيستفيد منها كل فقراء بفضل الله عز وجل. القرية في حاجة إن شاء الله قريبا سواء النوع العام داخل القرية بإذن الله تعالى، لكن دي بتحتاج إلى دراسة قوية جدا عشان نقول يا جماعة إيه اللي احنا داخلين عليه بفضل الله تعالى. مؤسسة فذكر ماشية بخطى ثابتة، كل ده بفضل الله أولا ثم بفضل السادة المشاهدين. أنا عاوز أحط فلوسي دي صدقة جارية بفضل الله تعالى موجودة، أنا عاوز أروح أشوف القرية تعالى، أنا عاوز وأنا بوزع الحاجات تعالى، أنا والله في عيد الأضحى محتاج إن أنا أكون معاكم تعالى اتفضل تعالى، ما كل ده ما فيش مشكلة منه. بنقول لك تعالى، يا ريت
إن شاء الله بإذن الله تعالى أن المتطوعين يزدادوا في مؤسسة فذكر، القوافل المستمرة بفضل الله تعالى، من أراد أن يذهب فليذهب، من أراد أن يدل فليدل، من أراد أن يفعل يتصدق فليفعل، كل الأبواب مفتوحة. نحن الآن في أزمة شديدة ومسابقة مع الزمن ومسابقة الريح، اللي احنا نحاول اللي احنا ننتشل القرية الفقيرة من الفقر نصل بها إلى حد الستر بفضل الله، ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله وبلدنا في يوم من الأيام هنلاقيها كده مزهزهة ومنورة بفضل الله تبارك وتعالى، لأن الله وعد بذلك، وإحنا يا جماعة بفضل الله نثق بموعود الله عز وجل. نشوف أول تقرير خير في حلقتنا النهاردة، مؤسسة فذكر. أنا نفسي إنها تسمع بكرة، نفسي تقول لي يا ماما، صرخ حتى بتقول لي إيه؟ اسمها هنا، لكن ما شافتش يوم هنا زي ما بيتقال، من يوم ما اتولدت وهي في عمليات وحضانات، لدرجة إن ما بقتش ولا تسمع ولا تتكلم. الموضوع مش حكاية. الحمد لله ده الدكاترة قالت لي عندها نقص سمع، والدها عملنا سماعة ما سمعتش بيها، رحنا عملنا اشعة وتحاليل قالوا ده عندها زرع كوكعة، وزرع الكوكعة غالي ما اقدرش اعملها، انا معايا 5 عيال وعلى دراعي انا وجوزي ساكنين، عشتنا هنا على قدنا الحمد لله، بس انا ما اقدرش اعمل العملية دي غالية عليا. تكلفتها فين زرع الكوكعة؟ ما كان بقوله 260,000، انا ما عايش حاجه منه. انا كنت بشتغل في شركه وقطاع خاص، وبعدين سبتها عشان دراعي وقف عليا ما بقدرش اشتغل، وما ادونيش حاجه يعني، طلعت منها كده من غير ما اخد ولا مليم. وهنا معايا 4 بنات ومعايا ولد، معايا بنت بشاورها ومش قادر اعمل لها حاجه، لا هي ولا اخواتها حد. ودلوقتي انا قاعد ما بشتغلش، عندي شويه بعمل شويه شاي في موقف كده اجيب منهم 20-30 جنيه واروح وخلاص، هي دي حياتنا خلاص، هنعمل ايه طيب؟ وده الله دي حكمته. بدنا انا زعلان على بنتي، زعلان ان هي مش بتسمعنيش، ما بتعوش حاجه ما بفهمهاش، زعلان اجرى لي حاجه ويا ماما يعني ما عملتلهاش حاجه، مش بايدي مش قادره اعمل لها حاجه، صعبان عليا ان هي تبص لي كده وتقول لي يا ماما انا عايزه كذا وانا ما اعرفش هي عايزه ايه. بتتكلم؟ لا اشاره. اشاره بس، انا عايزه حاجه تيجي تخبط عليا كده ماما كده ميه كده، لكن انا ما اقدرش اعمل العمليه لان منين؟ تعب انا وابوها على دراعنا ساكنين، وعندي عروسه 21 سنه هجوزها، ما اقدرش اعمل العمليه. لفيتي في المستشفيات كلهم واجمعوا ان هنا حته في اسكندريه، الجامعه، طلبه، سموحه، ما خلتش كله ياخد من الورق ويقول لي لا ده عمليه غاليه، يعني اصحاب الخير ربنا يجازيهم خير يا رب يعملوا بنت العمليه، انا مش طالبه غير كده، انا مش طالبه من ربنا ويكو ان بنتي تعمل العمليه، مش عايزه اكتر من كده. يعني طالب من اي حد معاش حاجه على اساس ان انا اقدر اكمل معاهم المشوار، لان انا كبرت. معلش انا بس كبرت شكلي. قبل ما نمشي كنا لازم ندي حاجه بسيطه لهنا، نوجد اختار حاجه تساعدكم بس في الفتره اللي جايه، من اشعه، من اكل، من اي حاجه هي محتاجاها، ادويه مقدمه من مؤسسه فذكر لهنا. لا مش عايزه ان شاء الله هتعمل، عايزه حاجه افضل من هنا تعمل العمليه باذن الله هتعمل. لازم استاذ بإذن الله. مش محتاجة أي حاجة. والدها ديون عليه كتير. أنا بس دي أهم حاجة عندي.
ان شاء الله التحدي اللي قلت لحضراتكم عليه خلال الفتره اللي جايه مؤسسه فذكر بتتبنى حاله هلا هنا ومع اهل الخير، مع كل اللي بيمشي في طريق الخير، اللي محب للحياه ومحب ابتسام الطفله زي دي ما نسيبهاش لوحدها مع اهلها غير قادرين على اي حاجه. كل اللي احنا بنطلبه نقف مع بعض في الخير عشان تشوفوها ويتم العمليه باذن الله. شارك معانا واتصل بينا على الارقام التاليه 012-77-67-98-88 او 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. شفنا يعني البنت اللذيذة دي هي لا سمعينا ولا تعرف تكلمنا، وأهلها مش في إيديهم حاجة، سبحان الله. حالة من حالة من الأسر المصرية، الحالة شديدة العوز، محتاجة إن الناس تقف بجانبها. سخر الله عز وجل، هي سخرها الله عز وجل لنا، سخرها الله للسادة المشاهدين عشان إيه؟ يعني أروا الله من أنفسكم خيرا، يعني كل واحد بيدعي الخيرية في نفسه وأنا ما شاء الله أقدر أعمل، أنا بقول لك أروا الله من أنفسكم الخير. والله يا أستاذة دعاء لو كل واحد بياخد فلوس وبيقول المبلغ ده، أنا ما بقولش بنقول 2.5% ولا بنقول لا لا لا، ده احنا بنقول 1 على 100، كل 100 جنيه طلع لله تبارك وتعالى، جالك والله الألف جنيه دي طلع منها 10 جنيه، ما عندناش مشكلة خالص، طلع منها يا سيدي 20، ربنا كرمك طلع 50، كل ده واعملها بالطريقة دي لله تبارك وتعالى، والله لن تجد إلا الخير، والله لن تجد إلا الخير. حالة هوت محتاجة كذلك الأمر إلى إن هي تسمع، محتاجة عملية، الأسرة فقيرة مش قادرة تعمل الحاجة، المؤسسة جزا الله خيرا أعانتها أيضا بمبلغ من المال، بس في كل ده مش هنستمر إلا بالتفاعل، يعني مش هنستمر إلا بالتفاعل، وإيد لوحدها ما بتسقفش، محتاج إيد مع إيد مع إيد، ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، المؤمن للمؤمن كالبنيان، ده اللي قاله النبي، المسلم أخو المسلم، ده النبي اللي قال كده، الناس للناس يا أستاذة دعاء في النهاية، الناس للناس، محتاجين والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، اقرأ الحديث ده وابدأ تذوق معناه، والله في عون العبد، يعني أنا ربنا يعني ويكون في عوني ويقف بجانبي، ها؟ طب ومن كان الله معه فمن عليه؟ صح كده ولا ايه؟ مين يبقى عليا؟ لا مرض ولا دنيا ولا اي حد يبقى عليا طول ما معايا مين؟ طول ما معايا الكريم القوي العزيز سبحانه تبارك وتعالى. فاحنا محتاجين ده، والله في عون العبد ما كان العبد في عون ايه؟ في عون اخيه. ربنا يقدرنا جميعا، وسبحان الله الحالات دي ربنا بيفتح لنا كلنا بيها باب من ابواب الجنه، ان شاء الله ربنا يقدرنا جميعا ونساعدهم ويكتب لنا كلنا الجنه، ونشوف حاله كمان من انجازات مؤسسه فذكر. مكملين مع حضراتكم بالجهود اللي بتقوم بيها مؤسسة فذكر، وبنحاول نرصدها على أرض الواقع، والنهاردة بقى الموضوع مفرح ومبهج، والفرحة هتبقى فرحتين زي ما بتقال. الفرحة الأولى اللي احنا جايين لرشاد، الحالة اللي احنا كنا جينا لها مرتين قبل كده وكانت أمنية حياته واللي نفسه فيها كرسي، بس مش كرسي عادي، كرسي بكهرباء. لكن الفرحة الحقيقية بقى بالنسبة لي اللي ضعفت الموضوع، فضيلة الشيخ أحمد الملكي، عشان هيسلمه الكرسي المتحرك وهيسلمه الكفالة الشهرية بتاعته. برحب بيه. ربنا يكرمك أستاذ يونس، ربنا يبارك فيك وكل السادة المشاهدين ومتابعين مؤسسة فذكر. النهاردة قلنا لا، لازم أدام في فرحة بفضل الله، من باب من أعظم الأعمال إلى الله عز وجل وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، إدخال السرور على المسلم. إحنا جايين بفضل الله عز وجل، وسامحوني ان انا بكون يعني بفضل الله عز وجل يعني بدل الساده المشاهدين كلهم، انا جاي اسلم الاستاذ يونس، نسلم الكرسي العام رشاد، وفي فرحه جوه ان شاء الله باذن الله تعالى هنقول لكم عليها ان شاء الله بعد ما ندخل ان شاء الله. تعالى اتفضل يا شيخنا. Thank you.
فرحه ما تتوصفش، والكلام كله اتمسح من دماغي اول ما بدانا تصوير، والكلام هيروح لفضيله الشيخ عشان كان في كام حاجه كده اتقالت ما عرفناش نرصدها لحضرتك. احنا اللي محتاجين الفرحه، فعشان كده جايين ندخل فرحه على قلوبنا قبل ما ندخل الفرحه على عم رشاد واسره عم رشاد. يعني مؤسسة فذكر كانت قد وعدت والحمد لله أوفت بفضل الله تعالى. الكرسي هو كرسي كهربائي، مش هتحتاج حد يساعدك بقى فيها، إن شاء الله تقعد عليه وتتحرك بيه بفضل الله تعالى. أنت مبسوط يا عم رشاد؟ طبعا جدا مبسوط. ولا لسه؟ مبسوط جدا. بس احنا لسه مش مبسوطين، لسه المسيرة هتكمل يا عم رشاد. هنحتاج إن شاء الله نعمل لك مشروع ولو بسيط، وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده بفضل الله. هنشوف برضو أهل الخير بإذن الله تعالى يساعدوا في إقامة المشروع. أنت محتاج إيه؟ محتاج إيه؟ محتاج أي حاجة أقف فيها باب رزق لأولادي، يعني أروح أقف في بقالة في أي حاجة. ده البقالة هنعملها لك. أنا مؤسسة بذكر أقسم بالله كمان مرة، والله كمان مرة يا أهل الخير، أنا أقسم بالله كمان مرة بأساس التذكر فكت كرب جامد وفرحتني جامد. يعني الكرسي المتحرك دوت هفك عندي حاجات كتير، حاجة نفسية، حاجة نفسية، التئام، كل الصراعي عشان خاطر بس مؤسسة التذكر. ربنا يستر علي يا رب. دي الكفالة الشهرية. نعم ربنا يحفظك. هنديها بقى لفهد، ولا اسمك ايه؟ ما شاء الله، يعني انت عندك فهد وعندك مؤمن، ربنا يحفظهم بالدنيا وما فيها. والله يا عم رشاد اللي اقدر اقوله بقى من مع عم رشاد، ان شاء الله مؤسسه فذكر مكمله معاه. كل واحد عايز يساهم لحاله عم رشاد بعد ما شاف قصته وفكرناكم بيها ونزلنا له مره واثنين وثلاثه، والحمد لله ربنا قدرنا وجبنا له اللي كان بيحلم بيه. لسه عنده احلام، مش احلام ليه هو لوحده، احلام عشان خاطر اولاده اللي بيقول انا عايش عشانهم. فكل واحد دلوقتي شايفنا، لو حابب تشارك تعالى وانزل لهم هنا وبنفسك شوف الحاله وشوف الموضوع وتقدر تساعدهم بايه. حابب توكل عنك مؤسسه فذكر، احنا برضو موجودين وبنعرض لحضراتكم، عشان كل واحد بيشارك في الخير بيكون عايز يشوف بعينه حتى يطمئن قلبه. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. شفنا حالة عم رشاد وفرحنا كلنا بالكرسي الكهرباء اللي راح له، يعني فرحناه وفرحنا ولاده كمان يا حبايبي. اللي ايه اللي احنا شفناه في التقرير ده والتقرير اللي قبله. انا طلبت الطلب ده اللي انا اكون معاه وانا بسلم الكرسي. انا محتاج اشوف الفرحه في عين عم رشاد. محتاج اللي انا اتقرب من محتاج اللي انا اتبارك بعم رشاد. دي كانت نيه اللي انا رايح اخد البركه في المكان ده، اللي هو في النهايه مهلا عن الله مهلا، لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم الرتع لصب الله العذاب صبه. بنلتمس البركة عند المريض، لأن الدعاء من المريض دعاء مستجاب. تخيل، عارفة ده؟ لأن المريض هو في حالة من حالات الاضطرار، والعبد إذا ما كان في حالة اضطرار حتى تاني هو بقوله حتى ولو كان كافرا، تاني لو العبد ده مش مسلم لهش علاقة بالدين أصلا، طب ملهوش علاقة بالأديان، لأن هقول لها بقى مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا ملهوش علاقة بحاجة خالص، لكن كان في حالة اضطرار فالله عز وجل يتولاه. ليه؟ فإذا ما دعا، عارف لو هو يجي يدعو ربنا سبحانه، لأن في النهاية الإنسان إذا ما علم أن له ربا، لأن أحيانا الإنسان لما بيبقى بتضيق به الحال فبيقول إيه؟ أنا ألجأ إلى الذي خلق السماء والأرض. الإيمان أحيانا بيبقى كامل بس هو بيعافر ويقول لك مفيش رب، فأول ما تجيله الشدة يقول يا رب، صح؟ فربنا بيقول أمن يجيب المضطر إذا دعا. تلجأ، بس تلجأ وأنت في حالة اضطرار تلجأ إلى الله. فإحنا قلنا نروح لعم رشاد. عم رشاد تعبان، عم رشاد عنده زوجة ميتة، عم رشاد بيقاسي جواه أذى نفسي،
جواه هو يعني اخوانا احنا كنا محتاجين نجبر بخاطر عم رشاد، فالحمد لله الساده المشاهدين جبروا بخاطره، جبناه كرسي، فرح جدا فرح جدا، وجبر الله عز وجل بخاطره، فنسال الله ان يجبر بخاطرنا وبخاطر من تبرع يا رب العالمين. لكن في النهايه محتاجين نكمل مع عم رشاد عشان الكشك بقى ان شاء الله نملاه باذن الله تعالى، ولاده نجيب له ملابس جديده عشان العيد، محتاجين ندخل الفرحه. استاذه دعاء، حد يقول والله انا متبرع، حد يقول انا محتاج ان انا اروح، تعالى روح والمؤسسه توصلك لغايه هناك وتدخل الفرحه على مين؟ على اولاد عم رشاد. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. بنشرب مية الأموات للمرة الأولى، هتستغربوا زي ما احنا استغربنا. قصة أو حكاية عم حسين اللي اتبعتت لمؤسسة فذكر خلتنا نجيله هنا ونقول حكايتك. هيقول لنا حكاية غريبة فعلا، حكاية كلنا هنستغرب. بس خلونا في البداية قبل ما نبتدي الحكاية أفكركم بحاجة بسيطة. مؤسسة فذكر أطلقت مبادرة، المبادرة دي بتتلخص في أن القرية دي اسمها فقيرة، فقيرة في خدماتها، فقيرة في كل حاجة. الناس ما عندهاش مية شرب، الناس ما عندهاش سقف يحميهم، ما عندهمش حاجات كتير. فمؤسسة فذكر بالتعاون مع أهل الخير قررت وأطلقت مبادرة لحياة هتبقى أفضل وتحولها من قرية فقيرة لقرية غنية. حكاية بقى مية الأموات اللي بيشربوها الأحياء ده اللي هنعرفها من عم حسين. معانا عم حسين، كل سنة وانت طيب. طيب يا شيخ. حكاية بقى ده انت اتبعتت لنا في مؤسسة فذكر عم حسين بيشرب مية الأموات، ايه مية الأموات دي؟ هي عشان ببلاش. يعني ايه مية الأموات عشان نفهم؟ هي حنفية حاطينها للميتين اهو. حنفية حاطينها للميتين؟ ايه وسط التربة اهي، وخليك وصورني وقت وانا شايل المية منها وجاي. بنروح نملى من الحنفية اللي وسط التربة. طب هنشرب منين طيب؟ يعني أنت بيتك ما فيهوش مية؟ ولا مية ولا نور. ولا مية ولا نور؟ والله لا مية ولا نور قدامكم. أنت ما فيش حمام طب؟ والله العظيم احنا بنصغر من الليل للي، قسما بالله. من الليل للي. ما تدخلش الحمام الا مره. لا ساعات ما تعتم احنا بنطلع الخلع الجبل، يعني الصير في الجبل. بتعمل حمام في الجبل؟ في الجبل ما فيش، ما عندناش حمامات. حتى الست بتطلع في الجبل؟ اقسم بالله هو كده، احنا يعني نكذب على ربنا ونقعد عليك، لما اقول حقيقه. مؤسسه فذكر مع اهل الخير جاي لك بيقول لك انت عايز ايه؟ والله احنا عايزين نرتاح وناكل ونشرب زي ناسنا وننور ننظر بعضينا كده، واحنا بدل ما ناكل في العصر ناكل بعد المغرب، ناكل في العشاء. انت اخر طقه بتاكلها العصر؟ العصر. ما العتمه معاك ما تاكل كيس طيب على الشمع. اه والله ما فيش، والله العظيم ما فيش شمع قسما بالله العلي العظيم ما فيش. فانت نفسك في ميه تشربها بدل ما تجيب ميه الميتين وكهرباء في شقتك. ويا ريت ويا ريت اللي يعمل لنا حمام ما يخش الجنه، حاتف اجر بضاعه الجنه على طول، مش ما فيش حساب لي. اللي يعمل لك حمام آه. والله العظيم اللي ريحنا احنا اللي يخش الجنه حاتف. عم حسين ما فيش كلام يتقال غير اللي هو قاله، والصوره اللي هتتنقل اكتر من كده مش عارف دخلت قلوبكم وعقولكم ولا لا، بس اللي احنا بنحاول ننقله لكم هو ده الواقع اللي بقينا عايشين فيه. شارك معانا واتصل بينا على الارقام التاليه 012 77 67 98 88 او 010 555 99 8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. يعني ان شاء الله ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا ويقدرنا كده دايما ان احنا نساعد الناس، ونساعد الناس بحب كده، نساعد الناس كده بنية كده خالصة لله، وربنا يرضينا كده ويسترنا جميعا يا رب. أنا عايزة تعليق أخير من حضرتك في نهاية الحلقة يا شيخ. التعليق اللي هو دايما يا جماعة، ما قدر جنيه تعطيه أو ما علمت أن الله يربيه فيراه صاحبه يوم القيامة كجبل أحد أفيرغب عن مثل هذا الخير أحد. قدر أنك لا تثاب على الجنيه، أين الحنو على الأخ والرحمة؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وإذا أردت أن يحبك ربك سبحانه وتعالى
فدلل على ذلك بحبك أنت لربك، فأعظم شيء في الحب يحبهم ويحبونه، فلا تطلب شيئا دونه. يا رب كده جمعنا جميعا. قولي الكلام اللي أنا قلته ده يا أستاذ الجنة. لا لا، أنا هقول المعنى إن ربنا يحبنا ويرضى عنا ويجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب، ويستخدمنا ولا يستبدلنا. بشكرك يا شيخ أحمد في نهاية الحلقة، ربنا يحفظك يا رب. وبشكركم مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.